استقبل سيرك بوليفارد أطفال الخيرية الملكية وأبناء شهداء الواجب وأسرهم، حيث قضوا خلالها أوقات ممتعة ومسلية من خلال العروض البهلوانية التي قدمها العارضون في السيرك. متعة، تشويق وإثارة عاشها زوار سيرك بوليفارد لحظة بلحظة من خلال عروضه المسلية والمثيرة، حيث قدم لأطفال الخيرية الملكية وأبناء شهداء الواجب استعراضات متنوعة وحركات بهلوانية لم تخلو من المواقف المضحكة التي رسمت الابتسامة على شفاه الأطفال. طبعا عدد الحضور في هذه الفعالية كان يقارب 400 طفل، طبعا ويا أمهاتهم الأرامل، فإنك تسعد 400 طفل في يوم واحد يخليك ترجع البيت وانت مستانس ان انت قدرت تسعد هاي الكم من الأطفال. في هذا العرض الخاص قدم السيرك لوحات استعراضية ألهبت حماس الجمهور، تخللتها مواقف كوميدية ومضحكة أسعدت قلوب الصغار ونقلتهم إلى عالم مليء بالفرح والمرح. أنا شفت وايد أشياء حلوة وخلتني أن أتحمس حق السيرك وايد، يعني شفنا عروض أول مرة نشوفها إحنا، يعني من روسيا، من أوكرانيا، من وايد مناطق ثانية، وعجبنا السحر، طريقتهم هم شلون يتعاملون ويانا، يخلونا نتحمس ونلعب وياهم. أول مرة يعني ذي المكان مع مشاركة مؤسسة الخيرية الملكية، شفنا وايد عروض جميلة، وطبعا آخر عرض كان أجمل. اليوم العرض وايد حلو عجبني، حتى عرض السياكل وايد حلو، بس انه خفت على اللاعب انه هو لما كان يمشي على الدوار خفت انه هو يطيح. كان عجبني العرض واتمنى يجي مرة ثانية ويكون احلى. انا وابناء الشهداء استانسنا في العرض اليوم. اداء جميل ورائع يدل على تناغم وانسجام ابطاله مع بعضهم البعض، ما اثار اعجاب الاطفال فبادلوهم بالتصفيق الحار، وزادهم فرحا التقاط الصور التذكارية مع أعضاء السيرك بعد انتهاء العرض. المؤسسة الخيرية الملكية شرفونا في الحضور وأبناء شهداء الواجب، وكان هذا شرف لنا إحنا هما أحضروا السيرك عندنا، وهو سيرك بوليفارد، ويعتبر سيرك بوليفارد أول سيرك بحريني المنشأ، أسس من قبل شركة بحرينية، ويعتبر أيضا أول سيرك خليجي. إحدى أهم استراتيجيات شركة هنو اللي هي تنشيط السياحة سواء كانت داخلية أو خارجية، وللحمد السيرك هذه طبعا بيكون انترتينمنت حق العوائل البحرينية والعوائل الخليجية بالإضافة للعوائل الأجنبية. فراعينا طبعا الأسعار أنها تكون في متناول الكل، بالإضافة أن حبيت أذكر نقطة مهمة جدا أن المؤجرين أو الفنانين الموجودين في السيرك هنا متنوعين وهم من روسيا. فرح ومرح وتسلية لا مثيل لها في أول سيرك بحريني المنشأ عالمي الهوية، يقدم حتى أبريل القادم عروضا متميزة تسعى إلى إسعاد زواره ليصبح في نظرهم لوحة جمالية لا تفوت. عروض بهلوانية مسلية رسمت البسمة على شفاه أطفال الخيرية الملكية وملأت قلوبهم الصغيرة فرحا، لتصبح أجواء هذا اليوم بداخلهم ذكرى جميلة لا تنسى. خول القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.